اللي يسأل هذا شنو هذا شمع؟ طبعا باعوه وسخ، كلش 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 وسخ. انتظر النتيجة بعدين شوفوا شو راح يطلع، نظيف جدا جدا. طريقة التذويب هي كالآتي: نحط مي حار خليه يغلي، ونحط شوك وعندنا شمع، نذوبه خليه يذوب، بعدها نشوفون شو راح تكون التصفية. هسا راح نبدي نصفي بيه. نظيفة جدا، وحطينا فوقها قماش على مود ننظف بيه. قماش كلش ناعم كلش. صفيناه، هذا طلع الوسخ مثل ما تشوفون. طبعا هذا ما راح نرجع نحط له مي ونطلع البي، هم بي بعد يطلع بي كلاص كلاصين. ننتظر 24 ساعة، وال 24 ساعة نطلعه ونلم الوسخ ننظفه من جوه، راح يصير مثل الطبق شلون الجبناية الفانسي. بعد 24 ساعة تشوفون شلون راح يصير. طبعا المفروض يتغطى على مود الذبان لا يوصل عليه. 24 ساعة نجي على هذا. طبعا بعد 24 ساعة او اقل من 24 ساعة طلعنا هاي مثل الجبناية، مثل ما قلت لكم بعرف شلون مثل الجبناية. بس شنو هذا المي طبعا القديم اللي حطيناه المغلي، بعد قد ما حتى المي قليل. شو شوفه بقى هذا الطبقة مال الوسخ اللي قلت لكم عليها، بعش هاي نكشطها بسكين ونرجع نذوبه، لان هذا مائل الى المفروض اصفر، فراح نرجع نذوبه ونصفيه مرة ثانية تصفية نسوي له.